بصوا احنا شكلنا كده رايحين في ليله ما يعلم بها الا ربنا. الشوط الاولاني الدنيا مش ماشيه معانا خالص، مش عارفين نلعب الكره بتاعتنا، مش عارفين نهدى. ما نهدى يا رجاله، ما نهدى يا رجاله، واحنا عايزين ايه من الدنيا؟ نلعب الباص بتاعنا السهل، نلعب الدنيا السهله. الملعب ما يعلم بها الا ربنا، ده ملعب ما يتلعبش وما يتاجرش ب 24 جنيه. فهمني يا اللي اسمك ايتو، فهمني يا اللي عمال تقول لي كاس كاس عالم مين يا اخي؟ يا اخي اتكسف يا اخي وشد المخدات، هو ده ملعب؟ واهدى بقى يا بكاري، مش كل شويه تصفيرات. ولا يا كابتن رضا شايف الشوط الاولاني عامل ازاي؟ والله شايف ان 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 الراجل عايز يخسرنا المباراه باي طريقه. ده مين كروش. المعلم كروش ها؟ يعني انت شايف دلوقتي الدنيا مش مظبطه، لازم دلوقتي بين التايمين ثلاث تغييرات يحصلوا عشان ترجع للسيطره تاني. والله فرقه الكاميرون احنا اللي مخلينا تعمل فينا كده. انت بتمسك الكوره بتديها لهم، ما عدا فتوح الوحيد بص اللي بيقف على الكوره، ده فريق ضعيف، بص بيقف على الكوره كله بيخاف يخش عليه. الكاميرون اكيد ما عندهاش الكوره جامده، يعني مش دي مش هي دي الكوره. كوتيفور بتلعب كوره احسن منها. نفسي اعرف انت متمسك ليه بمصطفى محمد ومرموش؟ ما اعرفش فيه. تريزيجيه هو اللي عامل لك الواجب الدفاعي والهجومي، زيزو هينقلك من نص الملعب ده لنص الملعب بتاع الخصم. تريزيجيه عامل ماتش حلو يا عم، لاعب صلاح فرويد، لاعب صلاح فرويد، ونزل زيزو ونزل رمضان صبحي ونزل تريزيجيه، والله العظيم هيبقى شكلنا احسن من كده. احنا ما رحنا، احنا سقفنا لما رحنا خدنا فاول على ال 18 من على الجنب بتاع صلاح. احنا ما شفناش الا الجون بتاعهم الا كوره واحده عميانه، كرة واحدة عميانة. أو أنت عايز ياكروش وأوفسايد، وأوفسايد، أو أنت عايز ياكروش، يعني أنا نفسي حارق دمنا ليه؟ يعني أنت تريزيجيه الراجل جايب لك جول في آخر ماتش وعامل ماتش حلو، أنت ليه ما بتبدأش بيه؟ ليه مصمم عمر مرموش؟ عمر مرموش أو في إيه يا عمي؟ في إيه يا عم؟ ارحمنا يا عمي، ارحمنا. هو كل يوم بيجيب لك الحياة بسبوسة؟ ده مش كده يعني. وعندك مصطفى محمد ما أداكش حاجة من أول البطولة، يعني أنت ما تلعب كورتك. لا وبعدين مش هي الفرقة، يعني أنت مثلا كنت بتلعب نيجيريا ماشي تيم كويس قوي والكلام ده، كوت ديفوار، المغرب، اقسم بالله اقل فرقه لعبناها دي، اقل فرقه.